السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنسهر مع بعض الدورة بتاعتنا، دورة فراق رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة اليوم السادس إن شاء الله للدورة بتاعتنا. فطبعا بقى يعني إيه إن شاء الله من بداية الأسبوع الأول كده هنبدأ إن إحنا إيه يعني بعد عمر أسبوع هنبدأ إن إحنا إن شاء الله نعمل خلطات. عايزة أوريكم بقى الفراخ ما شاء الله النهاردة. بصوا بقى يعني شكلها كده يفرح. بصوا شوفوا الفراخ عاملة ازاي. يعني ده فراخ عمر 6 أيام. بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. دي دليل على ان الدورة ماشية معانا كويسة يا جماعة. بصوا الفراخ عاملة ازاي ما شاء الله، لا في اسهال ولا اي حاجة من الحاجات دي. طبعا في اليومين اللي فاتت يمكن الحلقة بتاع امبارح بقى معلش ان انا معرفتش انزلها، بس الناس يا جماعة اللي هي متابعة معايا ممكن هي ايه تكرر بقى الوصفة اللي احنا عملناها قبلها بيوم، ممكن تكررها مفيش مشكلة. النهاردة بقى انا عاملة لهم مكون كويس جدا. المكون الاولاني ان شاء الله اللي احنا هنحطه، هنحط حاجه كده على الميه اول مره هتشوفها معايا، وهنحط برده كده وصفه على العلف هتخليهم بقى ما شاء الله يكبروا ويجوا معاكي يومهم بيومين. الاول بقى احنا عملنا ايه، نضفنا لهم المكان كده اهوت النشره بتاعتهم علشان يبقى مكانهم ناشف على طول كده، والفرخ دايما يبقى نظيف ومنعنش، ما يبقاش ايه لا مبلول ميه ولا تحته المكان رطب ولا اي حاجه. اهم حاجه نضفت الفرخ والتدفئه بتاعته، عمر ما يتعب معاكي ولا هيسيبوا اي حاجه. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله الدوره بتاعتنا ماشيه حلو ازاي اهو. حتى الفرخ اللي كنا بنقول عليه تعبان وهيموت اللي هي كانت عينيها وجعاه ما شاء الله. بصوا اهو ده طبعا يعني ايه ده يعتبر كده كان فرخ جاي، يعني هو مش النمو بتاعه مش على قده، بس هو يعتبر ايه كان جاي يعتبر فوق الفراخ كده اهو. حتى يعني قلت لا مش مشكله مات مات عاش عاش، بس هو مش يعني ما شاء الله حلو اهو. هو قليل شويه عليهم بس ما شاء الله كل الدفعه حلوه قوي، بس هو وظروفه يعني احنا طبعا ايه يعني زي ما هو كده يعني. شوفوا بقى يعني ايه عينيه كانت عينيه كانت عامله خالص كانت ورمه كده، بدات ان انا ادينا له مرهم اهي كلهم بدينا له لغايه ما بسم الله ما شاء الله بدات ان هي تخف خالص اهي. هو كان جاي من الاساس عينيه كده كانت بايظه. ده اللي انا كنت بقول لكم يا جماعه ان انا كنت برجعه، وكان بسم الله ما شاء الله جبت بدالهم اثنين لان هم كانوا اثنين كده ايه في الدور دي كانوا كاشين شويه، بس صاحب الفراغ بقى قال ايه خدوهم عليهم بقى وخلاص ايه ماتوا ماتوا عاشوا عاشوا. بس هو ما شاء الله الضعيف هو اللي كان مات اللي كان ضعيف خالص ده، انما ده ماشي كويس اهوت اهو. شوفوا هي عينه من هنا كويسه انما عينه من هنا ايه الدرنا مش شايف، بس حلو بياكل ويشرب يعني. بصوا بقى اللي جايب لهم ايه اعمل لهم النهارده، سلقه لهم بيضه بلديه كده حلوه هنفركها لهم على القلب بتاعهم. طبعا البيض ده يا جماعه ده كله يعني ايه فيه نسبه بروتين حلوه قوي. بصوا هو حتى يعني ايه الفراخ ما شاء الله يعني حابه ان هي تيجي تفرك لهم على الاكل اهوت. ده طبعا لما كنت باجي اعمل لهم ما كنت بربي الرومي مع الفراخ البيضه كانوا بيتهبلوا معلشان البيض ده. هو بصوا ما شاء الله يعني ايه في كالسيوم عالي برضو، يعني خدوا بالكم البيض في كالسيوم وفي نسبه بروتين عاليه، علشان كده في الاسبوع الاولاني بحاول ان ايه اكلهم بعض بدري كده على اساس الفرخ ايه يعني ما شاء الله يشد حلو بدري كده ويكبر معانا بسرعه، وبعد كده خلاص هو بس في الاسبوع الاولاني، انما غير كده خلاص بقى يعني ايه احنا مش هناكل بيض ولا حاجه عشان هو مش رومي. يعني الرومي بناكله علشان يكبر بسرعه لان الرومي بيبقى يعني ما شاء الله عايز حاجه ايه تبني جسمه، فنفرغ بيضه يعني. على فكره يا جماعه ان شاء الله برضو احنا هنجيب دوره رومي، اللي حابب ان هو ايه يعني يجيب برضو يبدا يربيها معايا يكتب في الكومنتات وانا ان شاء الله هقول لكم هجيبها امتى، وان شاء الله برضو هنتابع مع بعض يوم بيوم. نحطها لهم كده بقى ياكلوا علشان ايه شكلهم كده هيبهدلوا العلف. نقلها لهم بقى على ال يروح ياكلوا بقى براحتهم. وتعالوا بقى اقول لكم انا جايبه لهم ايه على الميه النهارده. بصوا بسم الله ما شاء الله هيتهبلوا هيتهبلوا عشان ياكلوا البيضه كده. الناس يا جماعه اللي هي عايزه الدوره بتاعتها ما شاء الله تكبر معاها بسرعه وتيجي يومها بيومين، حاول ان هي يعني ايه في الاسبوع الاولاني كده كل يوم حتى اسلق لهم بيضه، او كل يوم ويوم اسلق لهم بيضه هتبقى حلوه قوي لهم. بس اهم حاجه يعني تسلقوها كويس وتفركها على العلف كده ويقعدوا ينقروا فيها زي ما انتم شايفين معايا كده. طيب نشوف بقى كده يا جماعه يعني النهارده بقى انا جايبه لهم مكون كويس جدا، هنحط لهم على الميه بتاعتهم ده الميه اهيت. وطبعا كنت ايه بقول لكم دايما يا جماعه حاولوا ان انتوا تجيبوا الميه تكون دافيه زي دم العين، ما ينفعش ان الجو يبقى برد واحط لهم ميه ساقعه كده من الحنفيه تتعبهم.
ده طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الوعايه ديت بتاخد رطل ميه، عشان بس ايه في ناس مفكره ان هي بتاخد اكتر من رطل، لا هي بتاخد رطل ميه تمام. فالميه بجيبها زي دمع العين، يعني ايه بحاول ان انا ادفيها دفء بسيط كده. بصوا بقى احنا هنبدا ان احنا نعمل لهم ايه بقى. ده طبعا املاح الازستان، دولت ده املاح وفيتامينات اللي انتم شايفينهم ديت. ديت دي فيتامينات ا ب د س ر ه اهيت، لو انتوا حابين تجيبوها هاتوها برضو للفراخ. الازستون دولت هيمشوكي الدوره واتنين، يعني ما شاء الله هيمشوكي يعني لغايه اخر الدوره. لو انت عايز العدد كبير ممكن، لو انت عندك يعني العدد على قد ممكن يكفوكي الدورتين اتنين. وده برضو ايه ده املاح اهو بيور فورس اهو. بصوا لو انتوا حابين برضو تجيبوه هاتوه. ده يعني هنبدا بقى نحط من كل نوع 12 ساعه. نحط مثلا الاملاح النهارده 12 ساعه، يعني مثلا لو انا احطها بالليل او احطها بالنهار يبقى في نوع يتحط بالنهار وفي نوع يتحط بالليل، كل نوع 12 ساعه. ده طبعا يا جماعه الناس اللي حابه تجيبه ماشي ما فيش مشكله، ما انتش حابه وعايزه تمشي كده عادي خالص، يعني خلطات طبيعيه وخلاص ما فيش برده مشكله. بس احنا برده بنجيبه علشان ايه الفرخ لسه في البدايه يشد حلو معانا شويه. هناخد كده حوالي 2 سنتي اهو، بصوا ده طبعا ايه هنبتدي بالاملاح زي ما انتم شايفين معايا كده، وهنحط للفراخ اهو. نحط كده حوالي 2 سنتي على رفل ميه وندي للفراخ كويس جدا جدا اهو. نحط لهم منه كده 12 ساعه، والفيتامينات ان شاء الله برده هنحط منها 12 ساعه، وان شاء الله لما اجي احط برده هصور لكم فيديو واقول لكم هنحط قد ايه. يبقى انا كده عملت الخلطه الحلوه الجباره اللي انتم شايفينها ديت، مجرد بس ان انا عملت بيضه. ده بيضه بلديه، يعني ايه لسه عندي فراخ بتبيض وفي فراخ مبشره كده، فانا قلت اعمل واحده صغيره بسيطه كده وافركها لهم على العلف، وبسم الله ما شاء الله هاجمين على العلف لغايه دلوقتي مش عايزين يسيبوه. وده طبعا الميه حاطط لهم فيها الاملاح المعدنيه. اتفرج على الفراخ عندك ما شاء الله، لو انت عملت لهم البيضه ديت يعني على ما تيجي كده يعني تعدي الاسبوع الثاني هتكون شايله معاك اوزان عاليه قوي. ده بس الناس اللي عايزه تعملها اول اسبوع يا جماعه اعملها اول اسبوع واكتفى على كده. عايزين برضو في الاسبوع التاني تعملها بعد يوم برضو مفيش مشكله، هتبقى حلوه قوي. فيعتبر بقى كده خلصنا الوصفه مع بعض، فان شاء الله هصور لكم برضو بكره كمان، وهنحاول برضو ان احنا ننتظم في الفيديوهات يا جماعه. بس يعني سامحوني ان انا يمكن الفيديو بتاع امبارح ما قدرتش ان انا انزله، لان فعلا والله كان عندي ظروف ما قدرتش ان انا اصوره واتاخرت بصراحه، وقلت لو انا المثل نزلت له ما يبقى متاخر شويه، فانا قلت بقى يعني الاسبوع الاولاني بيبقى يعني متشابك ما بنعملش فيه حاجه جديده يعني. فباذن الله بقى من بدايه الاسبوع اللي هو الثاني دوت ان شاء الله هنبدا ان احنا نعمل وصفات بقى تسمين والحاجات اللي هي بتخلي الفرد ما شاء الله يجي معاك يومه بيومه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.